اهلا بكم في حلقه جديده من الامبيدد سيستمز توتوريال، اعداد المهندس كورليس رفعت. حلقه النهارده هناخد الاب داون كاونتر باستخدام 1/7 سيجمنت ديسبلاي، وكمان هيبقى في حاجه عرض زي ليد وبازر كانتر اكشن. وعشان تسمع حلقه النهارده لازم تكون سمعت حلقه البيت وايز اوبريتورز كويس، تكون سمعت حلقه ال7 سيجمنت ديسبلاي والدرايفرز بتاعتها، كمان تكون سمعت الاوتو كاونتنج من 0 ل 9 باستخدام وبدون استخدام البي سي دي اللي هو الديكودر عندي، عشان تقدر تفهم حلقة النهاردة. حلقة النهاردة مهمة، هنفهم فيها حاجات كتير في البرمجة قد تكون سهلة في نظرك للوهلة الأولى، بس تابع الفيديو للنهاية وهتفهم ان فعلا فيها مفاهيم أساسية في البرمجة والإبداع وطريقة التفكير. ده البرنامج اللي هنشتغله النهاردة، عبارة عن أب داون كاونتر، وهنعرض القيمة على سينجل 7 سيجمنت، وده برنامج بسيط بس هنوعدكم ان هتتعلم افكار كتير في التفكير وفي البرمجة، فتابعونا للنهاية. عندنا هنا 7 سيجمنت واحدة، قلنا هناخد واحدة النهاردة، وفي فيديوهات قادمة هناخد 2 7 سيجمنت. هنوصل ال 7 سيجمنت البنات بتاعتها عن طريق مقاومات للبورت دي، يعني لو زومنا هنا هنلقى ال 7 سيجمنت اهي، كومان كاسود الطرف الكاسود متوصل بالارضي، وباقي من A ل-G متوصلين بمقاومات، كل مقاومة قلنا 150 أو 220 أو 330 أوم لبورت دي بالترتيب. معانا هنا LED متوصلة عن طريق مقاومة 330 ل-C4، وعندنا بزر هنا على C0، والبزر أهو ده الانترفيس بتاعه. عندنا كمان هنا اتنين سويتش، الاتنين بول داون عشان المقاومات بتاعتهم متوصلة بالأرضي، والسويتشات متوصلة بالتغذية المباشرة. هناخد هنا ده عبارة عن الاب سويتش الاولاني، ده هتوصل على بي 0، الداون سويتش هيتوصل على بي 1. الفكرة كلها ان في البداية 7 سيجمنت هتبقى عرضة 0، واول ما اضغط على الاب مباشرة هنعمل رن هنا الاول، اول البداية 7 سيجمنت عرضة 0، اول ما اضغط على الاب كده هيزيد القيمة اللي على 7 سيجمنت بمقدار 1. خلي بالك كل ما هضغط ضغطة هتزيد بمقدار 1. هنا لا يعتمد على طول الضغطة، يعني انا ضغطت وطولت اهي، عرض برضو على 7 سيجمنت 3 يعني زوده بمقدار 1. مهما كانت طول الضغطة عندي مش بيتغير، يعني انا لا اعتمد على الديلي في البرنامج، هنشيل الضغطة ما اتغيرتش. ليه؟ لان هي الضغطة تتحسب 1، لكن انت ضغطت وفضلت ضاغط ما تتحسبش مرتين، هي مرة واحدة بس، عشان لما ترفع ايدك ما يحصلش تغيير للقيمة. زي ما انتم شايفين كده كل ما اضغط القيمة بتزيد، تمام؟ اول ما اضغط على الداون نفس الفكرة، القيمة هتقل عندي اهو، حتى لو ضغطت مطول بتقل مره واحده بس، ارفع ايدي مش هيحصل حاجه، نفس النظام هنا، تمام؟ طيب لو انا ابتديت اعمل كاونت اب لغايه انا دلوقتي في القيمه 8، اول ما هضغط الضغطه التاسعه هيظهر 9 هنا، والبزر ده هيلقط، البزر ده هيشتغل، وطبعا احنا شرحنا ازاي تعمل انترفيس للبزر قبل كده او للمواتير في فيديوهات سابقه. هنضغط بص كده، ادي 9 والبزر اشتغل اهو، تمام؟ شايفين ملقط، تمام؟ طبعا انا اول ما اعمل داون نازل بمقدار 1 والبزر فصل، يعني البزر ده بيشتغلش الا في حاله الفل، الفل اللي هي كام؟ 9. هنرفع تاني ل 9، خلي بالك ادي البزر اشتغل و9، مهما تضغط هنا مفيش اي استجابه، القيمه اللي اخرها 9، تمام؟ تضغط كمان اخرها 9 مش بتزيد خالص. مباشرة 8 والبزر فصل. خلي بالك ان الليد دي تبقى فاصلة، بتشتغل امتى؟ تشتغل في حالة واحدة، ان الكاونت اللي بيقع على 7 سيجمنت بزيرو، خلي بالك كده ادي 1، هضغط كمان ضغطة هيبقى هنا زيرو، مباشرة ال 7 سيجمنت عرضت زيرو والليد نورت. تبقى الليد بتنور امتى؟ لما يبقى على 7 سيجمنت زيرو. لو انا اضغط كمان ضغطة مفيش اي استجابة، يعني ايه؟ هتضغط كمان داون لا مش هيغير قيمة، هي زيرو اخره كده، ده المينيمم بتاعه، تمام؟ دي كانت فكرة البرنامج ببساطة. تاني بنأكد ان انت الاب بيزيد وبيزود القيمة ومش بيعتمد على الديلي، مهما كانت طول فترة الضغط بتاعتك الطويلة القيمة مش بتتغير، بتتغير مع بداية الضغط فقط. ثانيا انت اول ما توصل لتسعة هو مهما ضغطت عليه تاني مش بتزيد القيمة اكتر من 9، تمام؟ نروح للبرمجة بتاعتنا. البرمجة ببساطة، عندنا اول حاجه انا بي 0 حاطط عليها الاب سويتش زي ما احنا اتعلمنا، بي 1 حاطط عليها الداون سويتش،
عن طريق الهاش ديفاين. عندنا كمان سي زيرو حاطط عليها البزر وانا مسميها فولي بزر، كلمه بزر يعني البزر بيشتغل في حاله الفول نمبر اللي هو التسعه. عندنا سي 4 انا حاطط عليه ليد وسميته امتي ليد، يعني الليد دي هتشتغل في حاله الامتي يعني في حاله الزيرو. وبعد كده انا عرفت ال7 سيجمنت عندي على بورت دي، يبقى بورت دي سميته ديسبلاي. تمام، زي ما احنا عارفين هنبدا بفويد مين، بعد كده ايه سيجمنت قوسين فاضيين، انا شغال على كومان كاسود يبقى المصفوفه دي خاصه بالكومان كاسود زي ما شرحنا في فيديوهات ال7 سيجمنت. اما لو اشتغلت على الكومان انود محتاج ان المصفوفه دي تتغير. طبعا انساين كاركتر لان كل عنصر فيها عباره عن كاركتر لا يتعدى ال 255 لا يتعدى 0xff. هنستخدم متغير خلال البرنامج اسمه كاونت لان القيمه اللي على 7 سيجمنت بتتغير من 0 ل 9، فانا هستخدم متغير الانيشال بتاعته 0، وعشان القيمه بتتغير من 0 ل 9 مش بتقل عن كده ولا تزيد عن كده، فانا هستخدم كاركتر وانسايند. انسايند عشان المينيمم 0 والماكسيمم 255 ومن 0 ل 9 داخل الرينج ده. هنروح نعرف تريس سي بيساوي 0، ايه تريس سي يساوي 0؟ يعني عرفته كله كاوتبوت. ليه؟ لان عايز البزر والليد البنات بتاعتهم تبقى كاوتبوت. كمان هقول الفولي بازر بيساوي 0 والامتي ليد يساوي 0 عشان اطفي الاثنين في الاول. يعني تاني هطفي الاثنين في الاول عشان ما يبقوش شغالين. بعد كده هروح اعرف السويتشات عندي، انا عندي في 0 وبي 1 في سويتشين. يبقى هقول له تريس بي بيساوي 3. ليه قلنا 3؟ عشان لو كتبتها بالباينر تبقى 0 بي بعد كده 6 زيروز 2 وحيد، ال 2 وحيد دي خاصه ب 0 وب 1، ب 0 وب 1 طول ما الاثنين وحيد كده يبقى ده اتعرفت كانبوت، يبقى الاثنين سويتش عندي اتعرفوا كانبوت. هروح لتريس دي، قلنا تريس دي بيساوي 0 عشان عليها ال 7 سيجمنت، يبقى لازم اعرفها كاوتبوت. 7 سيجمنت هطلع عليها قيمه انيشال في الاول. احنا قلنا ان بورت دي عرفته كديسبلاي، يبقى اقول ديسبلاي بيساوي المصفوفه اللي اسمها سيجمنت. وخد بين قوسين كاونت، الكاونت الانيشال بتاعته كام؟ 0. يعني يروح للمصفوفه اللي اسمها سيجمنت استدعى العنصر الاندكسنج بتاعه 0. فين الاندكسنج؟ اول عنصر في المصفوفه ده الاندكسنج بتاعه 0. تمام، يبقى المكان بتاع العنصر ده بيترتب 0 في المصفوفه، لكن قيمته كام القيمه دي؟ انا بقول له روح للمصفوفه الكاونت ده الانيشال بتاعه 0 كده، كاونت 0 اهو، يروح يجيب اول عنصر من هنا ياخده كوبي كده، بيروح حاطه مكان دي كده، ياخد دي كلها تبقى كده. تمام، ده كله في مين؟ في البدايه. ده معنى السطر ده، يبقى هيعرض على 7 سيجمنت 0 زي ما احنا شفنا في البدايه. لو رحنا تاني هنا لو عملنا ريست كده هتلاقي 7 سيجمنت فعلا عرضه 0. خلي بالك هنا، انا لما اضغط على السويتش في الاول 0، لما اضغط على السويتش بتاع الاب تمام هيزود ال 7 سيجمنت بمقدار 1 لغايه امتى؟ لغايه 9. بص كده ادي كمان اهو هنوصل لهنا 8. 8 يبقى كده المتغير اللي اسمه كاونت مقداره 8. هنضغط ضغطه داخل زود 7 سيجمنت بمقدار 1، ومهما تضغط بعد كده مفيش اي استجابه. فانا اعمل ايه؟ هروح ل اف اللي هنا دي، هدخل كده جو اف هقول له هل الاب سويتش بيساوي يساوي 1؟ كلمه اب سويتش يساوي يساوي 1 يعني اضغط عليه. اول ما يضغط عليه كمان ما تنساش ان الكاونت يبقى اقل من 9. ليه؟ من 0 ل 8 هيروح داخل. ركز معايا كده، هعمل عمليه لوجيكال اند. خلي بالك هنا، اول ما هدخل في البدايه الكاونت ب 0 هيعمل الكاونت بلس بلس يبقى بكام؟ ب 1. هيروح للمصفوفه اللي اسمها سيجمنت هيستدعى العنصر اللي مكان 1 بما يماثل 1 على 7 سيجمنت، يعرضه على ديسبلاي اللي هو بورت دي اللي بيكافئ ال 7 سيجمنت عنه. انا لو لغيت هوايل دي هيبتدي يدخل تاني الاف، هيبقى مضغوط، هيزود الكاونت، يعرض على 7 سيجمنت، هتلاقيه يتغير على 7 سيجمنت، القيم سريعه جدا انت مش هتلاحظها. ده كله عشان سرعه البروسيسور بتاع المايكرو كنترولر سريع. فانا بقول له ان انا طول ما انا ضاغط خليك واقف عشان انت تزيد بمقدار 1 في الضغط. تمام؟ واحنا شرحناها سابقا الكلام ده، فاقول له هوايل طول ما الاب سويتش بيساوي يساوي 1 خليك واقف، سيمي كولوم هنا، خليك واقف. يعني لو انا الاب سويتش اهو اول ما هبدا اضغط، اول ما هبدا اضغط زود ده بمقدار 1، زوده. طول ما انا ما زلت ضاغط القيمه اللي جايه اهي ب1 خليك واقف، ما تعملش حاجه. خليك واقف في الحته دي. دي معنى السطر ده.
عشان لو شلتها دي هتلاقيه بيبقى سريع، بيعرض الارقام بسرعه في الضغطه الواحده، في الضغطه الواحده هيعرض كميه ارقام كتير. فبالتالي انا بخليه واقف هنا، بقول له ويت انتل اب سويتش ريليزد، خليك واقف لغايه ما يتم تحرير السويتش. طيب اول ما السويتش يتحرر، هو حاليا السويتش بواحد او داخل على البن واحد، اول ما يتحرر يبقى داخل كام كده؟ زيرو. اول ما يدخل زيرو هنا معناه كده هيسال هل الاب سويتش بيساوي واحد؟ لا زيرو، يروح يطلع تاني كده ويسال يعمل تشيك هل السويتش مضغوط عليه؟ لا مش مضغوط، يبقى يسيب اف دي ويروح للكود تحت. في نفس الوقت احنا قلنا اخرنا في الكاونت 9، هو هيبتدي يزيد 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 لغايه ما يوصل 8. هيوصل لكام؟ 8. هيروح عارض الرقم رقم 8، 8 هنا على 7 سيجمنت، يرجع تاني. خلي بالك الكاونت مازال ب 8. اول ما تضغط على السويتش في العده التاسعه، هتضغط على السويتش في العده التاسعه، بس الكاونت كام من قبل كده؟ 8، اند الكاونت اقل من 9 فعلا، 8 اقل من 9. بيروح يزود الكاونت يخليه 9، اول ما يخليه 9 يعرض على 7 سيجمنت 9، بعد كده يستنى منك تحرير السويتش، يرجع تاني بعد التسعه، هتضغط على السويتش، هيقول له هل الكاونت اقل من 9؟ لا ده الكاونت 9، 9 اقل من 9 يبقى الشرط ده مش متحقق، مش هيدخل هنا. عشان كده في حاله ان انت القيمه تخطي التسعه، بص كده عند كده الكاونت هو بكام؟ 8. اول ما تضغط على السويتش بيروح داخل واقف، تمام؟ يبقى بقيت 9. طب بعد كده اي ضغطه اضافيه مش هتستجيب ليها، مش هيدخل جوه الاف، عشان كده القيمه مش هتزيد، تمام؟ ده كانت اف الاولى. نفس النظام مع اف الثانيه، خلي بالك في حاله الضغط على الاب سويتش الكاونت بيزيد بمقدار واحد. هنروح لاف الثانيه. طب من نفترض ان انت ما ضغطتش على الاب سويتش، هروح اسال على الداون سويتش، اف الداون سويتش عندي بيساوي واحد اند الكاونت اكبر من زيرو. ليه؟ احنا ممكن نقول هنا ان الكاونت هيقل زي ما انت شايف كده، بصوا كده الكاونت هيقل اهو واحد، القيمة الكاونت حاليا بواحد، اول ما تضغط كمان ضغطة نزل لزيرو، تضغط ضغطة مفيش اي استجابة، يبقى اقول له طول ما عندي الكاونت اكبر من زيرو ينفع تقلل. يعني نفترض ان الكاونت، لان الكاونت بيمثل العرض على 7 سيجمنت، طب نفترض على 7 سيجمنت بزيرو، اي معناها ان الكاونت بزيرو، يبقى اقول له طول ما الكاونت اقل من زيرو او يساوي زيرو يبقى مش محتاج تدخل جوه اف دي، لازم الكاونت يبقى اكبر من زيرو عشان تنقص. طول ما الكاونت اكبر من زيرو هيبتدي ينقص، يروح داخل هنا يعمل ماينس ماينس، نقص بمقدار واحد، ياخد قيمه الكاونت ويجيب اللي ما يناظرها من الاري عندي ويعرضه على بورت دي اللي بتمثل ال 7 سيجمنت. طول ما انت ما زلت ضاغط على الداون سويتش اعمل تشيك، اقول له طول ما انا ضاغط على الداون سويتش ما تتحركش من مكان، خليك واقف في الخطوه دي، تمام؟ لو شلتها دي هتعمل لك مشكله هنا، يا اما تستخدم ديلي واحد ثانيه، وانا مش عايز استخدم ديلي في البرنامج. طول ما انت ضاغط على الداون سويتش خليك واقف هنا، اول ما تبتدي تحرر الداون سويتش يرجع تاني يعمل تشيك على الداون سويتش. بصوا كده ادي الاب هنا، لو عملنا داون بصوا كده مع بدايه الضغط اهو ابتدى ايه؟ ينقص بمقدار واحد. طب انت ما زلت ضاغط ولا اكنه شايفه، ترفع تحرر مفيش اي تاثير، لما تبتدي تضغط المره الجايه يبتدي ينقص، تمام؟ يبقى طول ما الكاونت اكبر من زيرو يعني معناها ان 7 سيجمنت عليها قيمه 1 2 لغايه 9 ينفع تنقص. طب لو 7 سيجمنت عليها زيرو مش هينفع ادخل انقصها، يبقى اقول له طول ما الكاونت اكبر من زيرو ادخل نقص، تمام؟ عشان كده هنا حتى لو عرض زيرو لما تضغط على الداون مفيش اي استجابه هنا، لان هو مش هيدخل في الاف التاني. دي كانت في حاله الاب والداون. طب تعال نعمل تشيك، انا عايز اعمل ايه؟ البزر ده بيشتغل لما 7 سيجمنت توصل ل 9، تمام؟ يبقى اجي بره هنا، اروح بره الاثنين اف دي، اسال باف جديده، اقول له اف الكاونت بيساوي 9، خلي الفولي بزر بيساوي 1، يعني شغل البزر، تمام؟ else غير كده، يعني الكاونت قيمه غير ال 9، اعمل ايه؟ الاب البزر اطفيه، انا عايز البزر يشتغل بس عند ال 9، تمام؟ يبقى اعمل ايه؟ اطفيه، تمام؟ طيب ده في حاله البزر. اما الليد دي بتشتغل امتى؟ في حاله ان الكاونت او 7 سيجمنت عرضه زيرو، لو رفعنا كده خليناها 1 يبقى كده انا عملت ايه؟ زودت بمقدار 1 الليد طفت، يبقى بتشتغل في حاله واحده ان الكاونت بزيرو. اروح اعمل تشيك هنا بقول له اف لو الكاونت يساوي زيرو خلي الامتي ليد تساوي 1، يعني نور الليد
اللي بتعبر على الامتي. إلس خلي الامتي ليد بتساوي زيرو، يعني طول ما الكاونت قيمه غير الزيرو خلي الليد طافيه، تنور في حاله واحده لو السيفن سيجمنت عرضه زيرو، تمام؟ في نقطه مهمه هنا، ركز معايا كده، طول ما الاثنين اف، الاف اللي هنا دي خاصه بالليد والاف الخاصه بالبزر بره الاثنين اف دي، تعال نشوف ايه الفرق، ايه اللي هيحصل. ركز معايا هنا، انا هضغط على الكاونت لغايه ايه؟ ما يوصل 9. تاني بصوا كده، مع بدايه ضغطتي انا هبتدي اضغط واثبت، انا مثبت الضغطه، السيفن سيجمنت فعلا زادت بمقدار واحد، تمام؟ بس البزر ما اشتغلش. ليه؟ لما حرر السويتش البزر هيشتغل. ايه الفرق؟ لان طول ما انت ضغط على السويتش، ضغطت على السويتش هنا هيدخل هنا هيعرض على السيفن سيجمنت 9، طول ما انت ضغط على السويتش هيبقى واقف في الخطوه دي، واقف على الخطوه دي. اول ما تحرر السويتش هينزل تحت، هيقول لك هل الداون مضغوط عليه؟ لا، هيسيبها، هيروح يقول هل الكاونت بيساوي زيرو؟ لا، هيعديها ويعدي ايه؟ إلس، تمام؟ فيروح هنا يقول هل الكاونت عندك بيساوي 9؟ اه، تمام؟ بس خلي الفل بزر بيساوي واحد في الحاله دي، امتى؟ لما الكونديشن ده مش هيتحقق. طب مش هيتحقق امتى؟ لما تحرر السويتش. يبقى مع تحرير السويتش هيروح داخل على اف اللي تحت دي، يشغل البزر عندي. طب انا عايز البزر يشتغل بمجرد ما انا اضغط على السويتش مباشرة، خد السطرين دول انقلهم جوه اف اللي فوق، جوه اف اللي فوق هنا كده، انقلهم هنا كده. يبقى كده مجرد ما بتبدا تضغط على السويتش هيروح يعمل ايه؟ يعمل تشيك. بس هتقولي برضو فيه وايل قبلها، اه، يبقى هنا السطرين دول مكانهم خطا، هنا اروح انا انقلهم قبل ما اعمل تشيك على السويتش، قبل تحرير يبقوا هنا، تمام؟ انا لسه البروتوس على الوضع القديم، ما زال السويتش مضغوط، البزر مش هيشتغل. بص لما حرر السويتش البزر اشتغل، تمام؟ تعال نعمل بيلت على الوضع الجديد. لما انا عملت بيلت على الوضع الجديد عندي هنا، هنعمل رن في البروتوس، تعال نشوف الفرق. ادي انا هزود لتسعة، بصوا كده، اول ما اضغط مع بدايه الضغط البزر اشتغل، مع بدايه الضغط زادت البزر اشتغل في نفس التوقيت. ليه؟ لان انا عملت تشيك على الكاونت عشان يبقى واحد قبل ما ادخل جوه هواي. في نقطه ثانيه، ان انا بنزل دلوقتي في الكاونت، صح؟ بنزل في الكاونت، البزر ما فصلش. فصلش ليه؟ اه، في مشكلة تانية كده، اللي ظهرت إن أصلاً طول ما الكاونت عندك أنت مش ضاغط على الأب مش هيخش هنا، طول ما مش هيخش هنا يبقى عمره ما هيدخل البزر، تمام؟ خدت بالك في البرمجة فرق؟ أنا عملت لهم تاني مرة هنا، نعمل بيلت. خدت بالكم من المشكله؟ ان قلنا ان نقلتك للاثنين دول جوه، فهو هيشغل البزر فعلا مع بدايه الضغط فعلا، لكن مش هيطفيه. ليه؟ لان مش هيخش تاني جوه اف دي الا في حاله ان انت تضغط على الاب تاني مره تانيه، فدي مشكله. فانا عدته مره تانيه بره عشان نعمل رن من جديد. ادي اهو، زي ما انتم شايفين، ادي 7 8 9 اهو، مع بدايه الضغط فعلا زاد والبزر ما اشتغلش الا لما تحرر ايدك عن السويتش البزر اشتغل، تمام؟ الكلام اللي انا قلته على البزر ينطبق على الليد، يعني الليد دي في حاله ان الكاونت يساوي زيرو. طب اعمل اتشيك على الكاونت بيساوي زيرو فين؟ تمام؟ هنا في الداون، في الداون، خلاص في الداون هنا، ان انا اجي هنا قبل هوايل بروح ناقل عندي الاف اللي تحت بالالس بتاعتها، بس خلي بالك هتفضل شغال على طول نفس المشكله. فعشان كده انا فضلت ان الاثنين يبقوا بره، الاثنين يبقوا بره. طب انا عايز الكود يتكرر، يبقى اجي من بدايه الاف اللي هنا لغايه النهايه اروح احط هنا لوب، وتحت كده جو تو لوب، تحت كده هنا جو تو لوب، ادي جو تو لوب وادي لوب، الكود ده هيبتدي يتكرر الى ما لا نهايه، تمام؟ ده في حالة إن أنا عايز أعمل أب داون باستخدام 7 سيجمنت واحدة.
باستخدام الطريقة التقليدية. الطريقة التقليدية ان هي ان انا موصل مباشر مع المايكرو كنترولر بتاعي مش عن طريق الديكودر. الطريقة التانية ان انا هستخدم الديكودر، طبعا 7 سيجمنت متوصلة بخارج الديكودر عندي عن طريق مقاومات، طول ما هي كومن كاسود بستخدم 7448 ديكودر زي ما احنا شرحنا سابقا. هناخد من ال A لل D هوصلهم على D0 لل D3، يبقى من A هوصلها على D0 لل D3 تمام بالترتيب كده، بالترتيب من ناحية الترتيب اللي هو D0 في البداية تمام. نفس نظام البزر والليد وكل حاجة زي ما هي، والسويتشات على B0 B1 مفيش اختلاف. تعال نشوف الكود عندنا. الكود نفس التعريفات، ادي الاب سويتش على B0، الداون سويتش على B1، البزر على C0، الليد على C4، عندنا الديسبلاي على بورت دي. هنا طول ما انا استخدمت الديكودر مش هحتاج للاري بتاعت ال7 سيجمنت، مش محتاج خلاص. الكود ده هيشتغل على اي 7 سيجمنت سواء كومن كاسود او كومن انود، دي ميزته. لكن الكود اللي فات كنت محتاج اغير المصفوفه، لازم ارجع اعمل الجدول اللي انا شرحته سابقا في فيديوهات سابقه. هنا مش محتاج تعرف الجدول، مش محتاج ان انت هل هي 7 سيجمنت كومن انود ولا كومن كاسود. ايه اللي هيفرق؟ هيفرق بس في الهاردوير. طول ما هي كومن كاسود هتستخدم 7448، لو كومن انود هتستخدم 7447 تمام، ونفس الترتيب ونفس التوصيل ونفس الكود. هيبقى انا هستخدم متغير عشان يعد من 0 ل 9، وقلنا انساين كاركتر تمام. نفس التعريفات للليد والبزر، وعرفت سي كاوتبوت، وهنا هخلي التريس بي ب 3 زي ما قلنا عشان انا اعرف بي 0 بي 1 از انبوتس تمام. طيب وقلنا ان التريس دي بيساوي 0 عشان يبقى اوتبوت، عشان ده يبقى 7 سيجمنت عندي عادي خالص، دي 7 سيجمنت. وقلت ديسبلاي ب 0، يا باشمهندس ايه ديسبلاي ب 0 دي؟ دي القيمه الانيشال بتاع ال 7 سيجمنت، مش ال 7 سيجمنت على بورت دي، يبقى قلت بورت دي بيساوي 0، يعني طلع على بورت دي ب 0 في الاول، فالقيمه هتطلع 0 على طول على ال 7 سيجمنت، مش محتاج اري هنا زي ما قلنا. هروح للكود نفس الطريقه مفيش اختلاف، هقول له اف لو الاب سويتش عندي بيساوي 0 بيساوي 1 سوري، اند الكاونت اقل من 9 هتخش تخلي الكاونت بلس بلس، وبعد ما تخليه بلس بلس قيمه الكاونت مباشره دي عرضها لي على ال 7 سيجمنت على الديسبلاي على بورت دي، وطول ما السويتش مضغوط يبقى ايه خليك واقف. طب هروح للداون، اول ما تضغط على الداون واند الكاونت يبقى اقل من 0 اعمل للكاونت ماينس ماينس، يبقى انت كده بتضغط على الداون، خد قيمه الكاونت بعد ما تنقصها اعرضها على الديسبلاي، وطول ما انت ضاغط على الداون خليك واقف تمام. بره هعمل تشيك، لو الكاونت بزيرو هنور الليد، طيب else خلي الليد مالها بزيرو. اف الكاونت بيساوي يساوي 9 يبقى هشغل البزر، وبعد كده هقول else الفولي بزر بيساوي 0 هطفي البزر لو حاله ان الكاونت قيمه غير كده. لو انا عملت بلت كده ورحت للبروتس هنعمل run الانيشال ادي 0، وطول ما على الكاونتر 0 او 7 سيجمنت 0 هتلقى الليد دي منوره. ليه؟ لانها بتنور في حاله الزيرو. لو انا رفعت الكاونت كده خليته بواحد زادت واحد والليد طفت، هرفع براحتي اهو 3، بصوا كده 8، الضغطه التاسعه البزر اشتغل وهنا بقي 9 تمام. طيب مهما تضغط بعد كده مفيش اي استجابه عن الاب، مش بيعلم فيه ولا بيقفل البزر، خلاص اعمل داون بقي 8 والبزر طفى، يبقى البزر بيشتغل في حاله التسعه بس. نعمل داون كده، داون اهو 2، ركز كده 1 اهو بقي 0 والليد دي نورت طلع عليها هاي اهو تمام. دي كانت باستخدام الديكودر، بس لازم الديكودر يتوصل ناحيه اليمين، هنا ناحيه اليمين تمام. طيب طب نفترض ان انا الديكودر ده ما لقيتش بنات بادئه من دي 0، انا لقيت البنات من دي 4 لدي 7 بادئه كده، اعمل ايه؟ ده تعال نشوفه في البرنامج القادم. بص معايا كده، انا التعديل اللي انا عملته في البرنامج، البرنامج زي ما هو، خدت بس الاربع اطراف الديكودر اللي هنا، بدل ما كانوا واصلين من دي 0 لدي 3 نقلتهم من دي 4 لدي 7. هل هيختلف في البرمجه؟ تعال نشوف مع بعض. نفس البرنامج اهو، انا ما عدلتش فيه، البرنامج زي ما هو مفيش اي اختلاف تمام. نعمل بيلت كده وهنضيفه على الرسمه الجديده، تعال كده بص كده، عرض على ال 7 سيجمنت 0 تمام، والليد دي منوره صح مفيش مشكله. نعمل اب كده مفيش اي قيمه بتتغير على ال 7 سيجمنت، ليه؟
ركز كده. بص كده هنا اول اربعة بنز هنا، اول اربعة بن من بورت دي بتتغير القيم. بص كده اهو القيم بتتغير هنا كل ما تعمل اب، لكن هنا على ناحية الشمال بزيروز دايما. بص كده حتى لما اعمل داون اهو القيم بتتغير اهي. بص كده القيم بتتغير هنا. طب المشكلة فين؟ انت ضغطتك على السويتشات انت بتغير في قيمه البورت دي بس اول 4 بت ناحيه اليمين. طب انت الديكودر موصله على الاربعه بت ناحيه الشمال. يبقى كده في مشكله. تعال نشوفها في الكود. التعريفات هي هي، مفيش اي اختلاف خالص زي ما احنا قلنا. دي كانت 3. بص معايا كده، مفيش اي اختلاف خالص. بص معايا كده، هنا احنا في البدايه، في البداية قلنا الديسبلاي بيساوي كاونت، ما الكاونت بكام في البداية؟ زيرو، يبقى الديسبلاي بيساوي زيرو. ما كلمة زيرو يعني بورت دي كله خليه زيرو، فعلا هيعرض على 7 سيجمنت زيرو. المشكلة بعد كده إن أنا عايز، بص كده، إن الريجستر عندي بيبدأ من دي 7 من على الشمال، بيتكتب من على الشمال، بعد كده دي 6 وهكذا لغاية دي 4، دي 3، دي 2، دي 1، دي 0. تمام، ده الريجستر عندي. طيب لما انت سيادتك تقول له ديسبلاي بيساوي كاونت والكاونت زيرو، هيعرض ايه؟ هيعرض 8 زيروز. تمام، هيعرض 8 زيروز، هو هياخد الاربع زيروز اللي على الشمال دي هيعرضها على 7 سيجمنت، يبقى الامر ده ما فيهوش مشكله. تمام، طيب نروح لاف، هندخل جوه اف الاولى هنا. هتقول له اول ما تضغط على الاب سويتش والكاونت اقل من 9 زود الكاونت، الكاونت اللي هو متغير. تمام، طب هو داخل بزيرو، اول ما هيزيد هيبقى بواحد، يبقى هقول له الديسبلاي بيساوي واحد، يعني خلي بورت دي بيساوي واحد. يعني هاجي كده هخلي بورت دي ادي هيبقى كده، اول اربعه بتس ناحيه اليمين، اول اربعه بتس ناحيه اليمين هيبقى 100 واللي على الشمال هيبقوا ما زالوا زيرو. الضغطه الثانيه الكاونت هيبقى باتنين، عشان يبقى باتنين هيبقى اربعه زيروز ناحيه الشمال 00 كده، دي القيمة 2 بالباينة. هقول له خلي الديسبلاي بيساوي الكاونت، هيروح ياخد أول أربعة بتس دي اللي هتتعرض عندي في أول أربعة بن على بورت دي. طب وبورت الأربعة بن اللي على الشمال زي ما هم قيمهم بزيرو ما اتغيرتش. بصوا كده هتلاقيهم دايما زيرو، اتغير هنا كده هتلقى فعلا القيمة بقت واحد أهي، بس ناحية اليمين اللي على الشمال ما اتغيرتش. يبقى في مشكلة هنا. المفروض الكاونت ده ما يساويش ديسبلاي مباشرة، آخد قيمة الكاونت دي. الواحد اللي على اليمين ده أنا عايز أشفته أخليه هنا. يعني عايز اخلي القيمه دي تبقى كده واحد، وعلى اليمين ده مش فارقه معايا بقى، يبقى زي ما هو. طب زير واحد، لا ده يبقى هنا، الواحد ده يبقى هنا. تمام، هي القيمه بتاع الكاونت دي في الحاله القديمه كانت كام؟ كانت زيرو. دي القيمه القديمه في حاله ان الكاونت بواحد. يبقى الواحد اللي هنا ده انا محتاج انقله اجي هيبقى هنا. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ اقول له القيمه دي اعمل لها شيفت ناحيه الشمال بمقدار 4. الناتج يطلع ايه؟ ركز معايا كده، هيطلع كده 0 0 كده 1، بعد كده 4 زيروز ناحيه اليمين. يعني اول 4 بتس اتصفروا، الاربعه بت اللي على الشمال اتنقل لهم الاربعه ديجيت دول. تمام، زي ما شرحنا قبل كده في البيت وايز اوبريتور في الفيديو، وقلنا ان انت طول ما الريجستر عندك بالشكل ده وهتعمل شيفت ناحيه الشمال بمقدار 4، معناها ان هتضيف 4 زيروز ناحيه اليمين والاربع ديجيت ناحيه الشمال هيتمسحوا، هيبقى دي القيمة الجديدة بعد ما انت عملت شيفت بمقدار 4. كده ده القيمة الجديدة للريجستر. يبقى فعلا أول 4 ديجيت ناحية الشمال اتغيرت، يبقى وقتها فعلا 7 سيجمنت هتعرض 1. طب الاتنين دي، يبقى القيمة دي بتعبر عن 2، أنا عايز تمثل لي 2 على 7 سيجمنت. يبقى أنا القيمة 2 لما أنا أرفع كده هتلقى القيمة 2 معروضة هنا، لا ده أنا عايز أشفتها أجيبها هنا. هشفتها بكام ديجيت؟ 4، لأن دول 4 بتس ناحية اليمين أهو، لا ده انا عايز انقل لهم الاربعه البيتس ناحيه الشمال. يبقى اجي هنا كده اقول له عايز اعمل القيمه دي شيفت مقدار 4. قلنا شيفت ناحيه الشمال بمقدار 4 يعني الريجستر القديم بيجي بيحط 4 زيروز ناحيه اليمين وبيروح يمسح الديجيتس ناحيه الشمال، والكلام ده قلنا سابقا، قلنا خلاص تطلع دي القيمه الجديده. يبقى يروح عارض 2 على القيمه الجديده الموجوده من دي 4 لدي 7. يبقى اقول له ديسبلاي يساوي كاونت، لا غلط، اقول له لا ده انت تعمله شيفت مقدار 4. طب هنا هل ديسبلاي بيساوي كاونت؟ لا غلط، شيفت بمقدار 4 ناحيه الشمال. نيجي هنا هتعمل شيفت بمقدار 4 ناحيه الشمال. تمام،
يبقى دي القيمة الجديدة. يبقى أول حاجة زود الكاونت لو كان زيرو خليه بواحد، الواحد ده شفته ناحية الشمال عشان يتعرض على أربعة ديجيت ناحية الشمال. نعمل بيلت كده مفيش أي اختلاف في الكود بعد كده. نعمل ستوب ورن، خلي بالك أهو زيروز في البداية عارض زيرو. نعمل أب، بص كده نعمل أب، شايف الواحد اتشفت فين؟ جه هنا يعرض على 7 سيجمنت واحد كمان باتنين تلاتة. طب داون اتنين واحد تمام. طيب نعمل داون كمان زيرو، الليد نورت اهي. طب اعمل داون مفيش اي اختلاف تمام، لان هو الفكرة الجديدة في البرنامج طول ما انت نقلت البنات بتاعت الديكودر يبقى لازم تعمل شيفت في البرنامج. طب يا باشمهندس انت ايه بين اتنين تلاتة اربعة، يعني انت شفت بمقدار اربعة. طب نفترض ان عايز احطه في النص في اي مكان، لو عملنا ستوب كده انت هنا اول اربعة بيتس ناحية الريجستر ناحية اليمين دول مش مستخدمهم انت، الديكودر بدأ في البين اللي بعدهم، يبقى اول اربعة بيتس مش مستخدمين هنا، فعشان كده انا جيت عملت شيفت بمقدار اربعة. طب ايه رايك لو حطيت متغير جديد وسميته شيفت، شيفت الخاص بالديسبلاي. يبقى اجي كده هنا اقول له عشان نعمل كود ينفع في اي حال، اقول له ديسبلاي شيفت انت هتشفت بمقدار كام؟ اربعة. لو جيت انا هنا كده مكان اربعة خدت الاسم ده اهو، اجي كده الاربعة دي اغيرها خليها كده مكان الاسم الجديد اللي هو قيمته كام؟ اربعة من فوق، واجي ده اخليه برضو نفس النظام هنا بدل اربعة دي، عشان لو حبيت اغير الاربعة دي اخليها تلاتة اتنين واحد، يبقى اغيرها فوق بس. تعال نشوف مع بعض كده، لو انا جيت كده انا هنقل دي فوق شوية، ركز معايا كده، انا هخليها تبدا من البن رقم اتنين، ادي عندي البن التانية. طيب اول بن مش مستخدمة تمام، يبقى انا هعمل شيفت بمقدار واحد لان الديكودر بداية توصيله البن رقم اتنين، البن رقم اتنين يبقى اول بن مش مستخدمة، يبقى انا عايز اعمل شيفت بمقدار واحد تمام. يعني القيمة القديمة اللي كانت في الريجستر لو كانت واحد هنا انا عايز اعمل لها شيفت بمقدار واحد. شيفت بمقدار واحد يعني اعمل ايه؟ اجي للريجستر اضيف زيرو ناحيه اليمين وامسح اخر ديجيت ناحيه الشمال تطلع دي القيمه الجديده تمام. طيب يبقى اغير ايه؟ بدل ما اجي كنت اغير الرقم اللي هنا واحد 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 على كل البرنامج، لا اجي اقول له المقدار الشيفت ده خليه لي بمقدار واحد، لان اول بن بس فقط اللي مش مستخدم. يبقى انا عايز اعمل شيفت كده بمقدار بن واحده او بت واحده. نعمل بيلت، تعال كده هنا في الكود نعمل رن، بصوا كده عرض زيرو، اعمل اب كده عرض واحد اهو، كمان اتنين تلاتة اربعة تلاتة كده اتنين واحد زيرو نورت تاني. خدت بالكم؟ يبقى مكان الديكودر مع المايكرو كنترولر هو شيفتد، عشان كده دايما كنت باكد عليك بقول لك توصله من اول بت. طب انت لو ما وصلتوش لازم تستخدم الشيفت ريجستر عندك، عشان كده قلنا حلقه البيت وايز مهمه جدا، ودي كانت حلقه النهارده. ان شاء الله على نفس الكود في الحلقه القادمه هضيف حاجات تانية، زي مثلا انت هنا البورت معاك ما فيش غير السفن سيجمنت، طب باقي البن دي مش هتستخدمها؟ ممكن البن دي تبقى متوصله بموتور، والبن الثانيه متوصله بفان، والبن الثالثه متوصله بليد، فهل كده هياثر معايا؟ طبعا. ليه؟ بصوا كده لما انت تعمل اب هتبقى الليد دي طافيه، تعمل كمان اب تلقى البيتس الخاصه بالديكودر اتغيرت، لكن باقي البيتس مالها؟ بزيروز. يعني لو كان في موتور شغال في سب دايجرام او سب بروجرام او فانكشن فرعيه والموتور كان شغال، لما تضغط على اب كده هيزود السيمن سيجمنت وهيروح يطفي الموتور، لان انت بتتعامل مع البورت كله. انا بقول له طلع على البورت كله قيمه اربعه، فاهمين الفكره؟ فبالتالي هتطفي الليد هنا. هل ليها حل؟ ان شاء الله ده هنشوفه في الفيديوهات القادمه، هيبقى نفس البرنامج مع اضافه الحاجات اللي بقول عليها دي. ولو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا، وانتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله.